السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير. معكم اخوكم محمد. اسمحوا لي ما درتش فيديو، كنت لاهي شويه مع الخدمه. بون، بغيت نوريكم الفريخات. انا غادي توجور مع البروغرام اللي وريت لكم. انتم الباطي ديالهم مخلط مع واحد، دابا راه عندهم هادو واحد 26 يوم ما شاء الله، اللهم يسر الجميع. انتم عطيهم واحد شويه هنايا تمره، ميلونج كيما العاده ديالهم، ميلونج هادو نتاع الوالدين ديالهم. باطي ريمال الواحد مع ريمال الواد مع القشور تاع البيض مطحونين باش تعطيهم الكالسيوم. فوالا، راه كل واحد عارف هذا الشيء، هذا راه باين. هنايا عندنا التمره، هنايا عاوتاني كذلك الباطي، داير لهم معاه واحد المعلقه نتاع البشنه باش يتعلموا يهرسوها. ها هما ما شاء الله موزايك غوج، هذه الام ديالهم الاب ديالهم، هما في الدوزيام بونت. ها انتما بنات العش ما شاء الله، اسمحوا لي واحد الدقيقه. ها انتما، اللهم بارك يا ربي. هما بداو ياكلوا شويه ياكلوا شويه من التمر. ها انتما كتشوفوا كيطرطقوا شويه الزوان، يمشيو للباطي كيشربوا راسهم، مي ما نفطمهمش. واخا عندهم 26 يوم ما غاديش نفطمهم، لحقاش الا فطمتهم في هذا اللاج غادي بحال اللي تعذبهم شويه. علاش؟ كاين بحال هذاك التالي اللي راه ملهيه، راه عاد كيطلب من الاكل من الوالدين ديالو، من الاب من الام، دونك غادي حرام كيما نقولوا تفطموا واحد بز. فوالا، هذه واحد لاكوب اللي كان حتى هما عندهم 26 يوم تبارك الله، اغات موزايك غوج، حتى هما نفس البروغرام عندهم. ها انتما تميرا ميلونج ديالهم، باطي مع معلقة الميلونج البشنة والميلونج اللي كتعطيوهم الزوان، والميلونج شوية باش يتعلمو يتهرسو منو. هانتوما الماء عادي، الوالدين كذلك، الرمال، باطي، ميلونج ديالهم، الأب ها هوك، الأم ها هي حاضنة على البيض. راني داير لها بيض بلاستيكي حيت هاهي ناضت، غنوريكم بلاتي هاوك، بيض بلاستيكي دايرولها حيت بيض بلاستيكي كنرد لها البيض ديالها العادي حتى تحط آخر بيضة. كي تحط آخر بيضة ممكن لي يرجع لها البيض الحقيقي ديالها، باش كاملين لافونتاج نتاع هاد البيض بلاستيك انه كالفراخ كاملين كيفقسوا في نهار واحد، ما كيموتش ليك شي واحد دوك، يكون واحد صغير يموت الاخرين يغلبوه في الماكله ولا، فهمتوني يا الاخوان. بون فوالا، هادشي اللي كاين هنا. كذلك نفس لاكوب، واحد لاكوب غير فاكتور، غير فاكتور مع شيميل هاوك جون شيميل. ها انتما نفس البروغرام كامل الطيور. ها انت سيبيا، تمر، باطي، ريمال الواد، ميلونج، فروخه كذلك. هانتوما هاد جوج فريخات ديالهم تبارك الله، تا هما عندهم 26 يوم، تا هما بداو يشربوا راسهم، ياكلوا التمر، يهرسوا شويه الزوان بالميلونج، باطي كياكلوا راسهم. فوالا، باقيين هادو. هانتوما هما هادو عاد في العش ديالهم، صغار شويه على هادو، عندهم ديك 19 20 يوم. كان العش هنايا الفوق، هبطوا لهم لتحت لهيهات باش الوالدين يديروا الدوزيام بونت نتاعهم، حيت بدات تنتف ليا الفراخ. والام كي تشوفوها تنتف الفراخ تلقاو الريش لتحت هنايا في البلاطو، عرفوا بلي انها بغات تبني هي نورمالمون لوجيكمون. يعني كي يفوتوا الفراخ 21 يوم غادي تبغي تدير لا دوزيام بونت نتاعها، الحضانه الثانيه نتاعها. كانتوما هانت ميلونج، باطي، تمر، سيبيا، ريمال الواد. هانتوما الام تبارك الله بنات العش الثاني ما شاء الله. هانتوما غادي نوريكم عاوتاني هنايا، هانتوما دا سان كوب الرازا، كلشي كيعرف الرازا راه غنيه عن التعريف. اسمحوا لي واحد الدقيقه حيت قابض بيد وكنصور بيد. فوالا ما شاء الله، هذاك الصغيور، هذا الصغيور، هذا اللي على راسو دابا، هذا راه ماشي الفرخ ديال هاد لاكوب، الكوبله هادي سين كوب غازا. ها انتما نفس البروغرام، كلشي الطيور، النظافه خوتي ما نعاود لكمش عليها، راه ضروريه
الا بغيتي تتفادى الفاش وتتفادى الامراض راه ضروري. هاد قلت لكم هاد الفرخ هذا داك الصغيور راه ديال هاد لاكوبل هادي نتاع هاد الروج المون وهاد البلون دومينو. واسم هي عندها بروميير بونت يعني، وانت كيما نقولوا بكريه مازال ما تعرفش توكل مازال. دونك كانت كان غادي يموت وعتقتو، الحمد لله شتو نفقت بالصباح وشتو وقلعت لها العش ودرتو مع هادي، قلعت لها العش ديالها هذا اللي كان هنا ودرتو مع هادي وكلاتو الحمد لله وكلاتو راه مخير. خرج بيض وخرج بلون دومينو يعني حمر البينوس ما شاء الله. فوالا ها هي بنات الدوزيام بونت ديالها، حتى هي تبني العش ديالها الثاني، كتبنيه وكتولي تهدمو حيت مازال ما وجدت لهاش، مازال ما وجد لهاش العنقود ديال البيض ديالها مازال ما اكتملش. فوالا هادي سي باغي، ها هما فريخات زوج تبارك الله باناشي ما شاء الله. ها هما الباطي ديالهم مع معلقة نتاع الزوان ولا الميلونج التمر كيزودهم بالطاقة والسكريات طبيعية. هنا يبدو يتعلمو حتى هما يهرسو الزوان ديالهم، كيتهادو كيشربو الما حتى هما. فوالا هذاك لو بيغ هاو الاب، هايك الام لداخل في العش حتى هي ما شاء الله. هانتوما نوريكم ابنات العش الثاني ديالها تبارك الله. فوالا هادشي اللي كاين، باقي ليا هنايا واحد ساتيني مازال ما بغيتش ناكوبليها حيت ما هاد لو مال هذا بلون دومينو مازال ما وجدش، باقي له واحد الشهر ان شاء الله ولا باذن الله تعالى ويوجد. هي راه واجده سين ساتيني عينيها حمر تبارك الله. انتم كاملين عندهم بروغرام واحد، الماء عادي رمال الواد مع رمال البحر اذا ما لقيتوش، رمال النمل كذلك ميلونج. هانتوما كلشي كي غادي بروغرام واحد. هادي لافوليير ان شاء الله اللي غادي نحطو فيها الفراخ من يقفلو يتفطمو نيشان سي بون موجدينها. فوالا هذا الريجيلاتور هذا ضروري ما يكون في الغرفه نتاع الانتاج الدراري باش تعرف الرطوبه الحراره شحال. فوالا انا عندي زوج، داير هذا وداير هذا. فوالا هادي واحد لوبسيون فيه زوينه كيخدم بالبلوتوث، دونك تي بو ريغاردي داكشي من لابليكاسيون بالبلوتوث بلا ما تدخل الغرفه نتاع الطيور. فوالا خوتي اللي بغى شي معلومه ولا بغى يعرف شي حاجه على لي كاناري ولا مرحبا، خلي لينا شي كومونتير زوين. ما تنساوش تابوناو في لاشين، ديروا لايك، بارطاجيو مع العشرين باش باش الفائده توصل للجميع ان شاء الله باذن الله تعالى. فوالا نسيت واحد الحاجه بغيت نوريكم، البيض كي كندير لها بحال مثلا هذه راه حتى جوج بيضات، ها انتما جوج بلاستيكيات غنوريكم سمحوا لي. فوالا دونك هذه الكات، الكات الكات هي نتاع فوالا كوبلا ريد فاكتور هذه. دونك لو كات هانتوما الكات، هي حاطه جوج بيضات، هاي وحده ها زوج ما شاء الله. النهار اللي غتحط اخر بيضه فوق، دابا غدا ان شاء الله غادي تحط بيضه اخرى، غادي نحيدها ليها وغنديرها هنايا مع هادي، ونرد نعطيها بيضه بلاستيك باش حتى تحط اخر بيضه ونرجع لها كامل، نحيد البيض البلاستيك اللي داير تما ونرجع لها هاد البيض ديالها هذا. شنو هو لافونتاج نتاع هاد الخدمه هادي؟ انه الفراخ كيخرجوا كاملين في لاج واحد، يعني ما غاديش يكونش عندك داك المشكل نتاع باش يخرج واحد صغير واحد كبير واحد يعيش واحد يموت. دونك حنا غادي نيفيتيو هذاك الشيء كامل. هادي نتاع لا كاج 3 جو بونس نتاع الاغات موزايكو جو بونس. وا سمحوا لينا راه هبطت شويه، غادي نوليو هنا. فوالا فوالا نرجعو هادشي لبلاصتو. وي بكاوي مارك. فوالا ردو هادشي لبلاصتو خوتي. اوبلا
فوالا، نتمنى اخوتي هذا الفيديو يعجبكم، وما تنساوش ديروا لايك ابوني بارطاجي باش كلشي توصلوا الفائده ان شاء الله باذن الله تعالى، وموسم موفق للجميع باذن الله تعالى. ها نوريكم شويه مقينينات، هذه واحد لا فيميل، هذه نتوا، وهذا ذكر، وباقيين عندي واحد زوج اللي هاد في البيت. فوالا اخوتي، يلا موسم موفق للجميع ان شاء الله، نتلاقاو في شي حلقه جديده ان شاء الله اخوتي، السلام عليكم.